أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بصحيفة الأحداث المغربية التي كتبت: ينتظر أن تعلن الحكومة قبل دخول 100 يوم على تنصيبها من طرف مجلس النواب عن استراتيجيات قطاعية كبرى تهم المجالات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والغذائي. إلى صحيفة المساء التي أفادت أن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد أنه بفضل تصنيع طرازات جديدة للسيارات في المغرب بما في ذلك السيارات الكهربائية، يدخل قطاع السيارات المغربي بخطى ثابتة في حقبة جديدة من تاريخه تتميز بالتحسن الكبير للمهارات والتكنولوجيا والتخلص من انبعاثات الكربون. ختام جولتنا بيومية الصحراء المغربية التي قالت بأن وزير التجهيز والماء نزار بركة قال إن المغرب اعتمد سياسة مائية ناجعة من أجل ضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة. وأوضح بركة أنه من أجل ضمان الأمن المائي اعتمد المغرب سياسة مائية ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي. تفاصيل هذه الأخبار تجدونها على صفحات الجرائد.